مش حال هذه يعني معروف على اش كاين بان موسيقتنا تيسمعوها الصغار والكبار حيت تنديروا واحد الموسيقى بما غادي نقولوش نقيه حيت ما كاينش موسيقى نقيه ولا ما نقيهاش مثلا نديروا واحد الموسيقى اللي ومواضيع اللي يقدر يسمعوهم كلشي مثلا حتى الا كان الموضوع كبير على الدراري الصغار الدراري الصغار تعجبهم مثلا اللحن ولا الموسيقى وفيس فيرسا والعكس صحيح حتى هو يعني تنفرحوا حنا ملي تنشوفوا الجمهور ديالنا مختلف يعني ما عندناش الدراري الصغار ولا الدراري الكبار عندنا عائلات عندنا ناس كبار وصغار من جميع الطبقات يعني هذا هو الهدف ديالنا حنا من الاول بخير الناس فرحانين وهذا الشهر هذا شهر اللي هو عظيم وزوين وتتكون واحد الساكنه واحد الروح زوينه عند الناس كاملين واحد البوزيتيفيزم اللي هو زوين واللي شفناه اليوم في موازين ان شاء الله حيت كنا ذاك العام بون هذه وقيل عندنا 5 المشاركات في موازين هذا العام كاين يونس عنده لاسين فسله وعرض علينا باش نطلعوا نغنيو معاه سافا بال اغنيه جديده معاه دونك غادي نكونوا حاضرين في موازين عبر من خلال يونس حاني جيتينا اليوم الماروكو مول يعني فيها ديما الصراحه الصراحه ديما الصراحه كتبينا زوينه وكتعجبنا وجينا حنا عائله يعني مهرجان زوين كيديروا بالنسبه ل كعائله زعما كنجيو هنا في رمضان زعما الحمد لله حنا جينا رقيبه من